بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وعشر كي سقاشن يشنات كنم إذا كتاب كي عمدة السالك وعدة الناسك لابن النقيب المصري رحمة الله عليه، وحين كوكو جري كتاب الفرائض، وحين ودن بي حالي مسلدي الجد مع الإخوة. هل مسألة كده منايد مسألة ده سأعرفك إنه مريني في معناها كصاب سنة مسألة إنه حياة مسألة دي أقدرية اللي هي قاني أقدرية إنه وحي اللهم جعاب وحياة اللهم متكود إما مسألة ده قفك أي كوي ما تيبه قل هذا كسو جدي وإما وحي علوي سيبه ليري قواعدي زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مسألة الأقدرية نحر كذو ومسألة يكون كل من تتكن صوص صعدة يأركان تنلقاها لي وزوج يأم يجد يأخت شقيقة أم أخت لأب أخت شقيقة أم أخت لأب وحام أخت شقيقة لولا أم أخت لأب صوت أخت لأم ما إيمان كرتو جد كسي حجابي مركا هدي له للزوج يأم يجد يأخت والله وضع أم الشقيقة أم لأب أسألهان مسألة زوج كنسبه له هو يذن الثلث بيل هذا صوتها ولا لا تعجزي ماشي ما تشوجان جد كن وحوله السدس أصل المسألة هو حول نقاني لح لح دي والنقضة زوجك صدح بات سين أو نسوية أمضنا الثلث بات سين أو الله بقها هل أم بقى صاحري هل كان وحق هذا نية جدك اختذي الشقيقة هيد يذو وحي جابة وسين شرين بهذا نحوله إذن قادنين وحبه وسن أسوهرين تا يذو لقى عرّي يا مسألة دي أي علوي سي قواعد زيد بن ثابت كدي بحالي يرثي ذا يان لديهن هين يذا نسها اللو قدره يذا نسها اللو قدره مركا وحين نقو نيسا لحدي صدح بات قدري سومه وحين نقو مركا سقال سقالكي يدو صدح بيك قادن زوج كنا صدح بو قادن لحوية ماشا أو يدو نالله بي قادن سديد وي حالا أوقي ما قادن سقال وي هل كاسو مركو حدها يا هدي مركان جد مع الإخوة هاوش بابكا مركان تشوقني ولالكا يوكالان أهاي وانوكو عسوين محال بيه جري ليد ذكري مثل حد الأنثيين بان وحوقي بسين جري هدو كنا صدح بات قادتي هانو كنا هل بان قاتي وحسو عنا يا مأوه إنو بيسكو علي مركا هل كي إيو أي قادت أو قاتي جدكو إيو صدح ذي أختذ الشقيقة إيا أما أختلي أب إيا اللي إسكو عيلين أفر بين نقل ولا رحدي مركة يجي عدد الرؤوس كوض واميقة وصدح صبتوها جدكا لو مدح لحساب صدح ذي بعد مركة نحاك الله حيتباين ومانا قيب سميسو عدد الرؤوس تصدح ذا قادة المركة وحلا هذه سأسل المسألة هي وهذا كوها عاول كيكو قادي تسعى يكو قادي صد محل يجري صد حليب عند مركب وحاكل فن سجال وحاسوب حي اللواتنيو تضوا صد سجال أدوي اللواتنيو تضوا مركب تايب عند ما بيدي كل وارث صد حليب عند كل شخصين زوجك صد حليب يستي صد حليب سوقله فن سجال وي هو يذن الله به يستي صد حوقله فن لحوي إيه جانا محل ليه يجري أفر بعد تحت عليه صد حكله فن لبيه توم بين نقن لبيه توم كاس مركب للذكر مثل حد الأنثيين لو قيم سجل السديد بقاذن يدنا أفر بقاذن لبية توان مركي اللح لقود دروا توانيه سديد استقال مركي لقود دروا لواتنيه تضوا انتهى وهي مسألة لك درية مركي صعب وحير الشيخ وأما الجدة أيدي ميا فإن كان ذا هدي أي تهي أم الأم هو يد هدي أي تهي وأم أم الأم هو يد هدي ستاي وهكذا سدا كسيوان أو أم الأبي أبها هو يدي هدي أي تهي وأم أم الأبي أبها هو يدي هديته وهكذا سدا كسيود وأم أبي الأبي وحويان أبوها هو يدي وي أبوها أبو هو يدي هديته وهكذا أيضا سدا كسيود فلها هي أي أصغنا السدس الحميلات مال هل كم حكم بالأبي أحكام الجدات وحكم إذا إنه كهله وإلا كم وضع لك أحكام الجدات أدبي فربذيه حون رواين وكوش كود أهري سأييدا واحد لحلي أييدا واحد لحلي وحوك يروى أييدا هو يو يأييدا آبو يهو يدا هذي محد الإناث كسور دوادين هو يوجين كيد ولقى بحقا كسيوات حقا كلا آبهانا
هدي أي كسر دواتو أبا دخل يا هدي أي كسر دواتو أيضاً هاي دخل يسا أيضاً وأم أبي الأب وحويان وأبها به هو صوبته أن دخل بكسر دواتي سامه وهكذا كسر كسره لكن هدي كسر دواتو أي هدي ومحل به شري وكسر دواتو قفان يعني أبا دخل ينا قف ذكرهم وح دخل إن هدي كسر دواتو ما دخل يس حولها ما يقيد جدك وقاضنا يسا أي كقاضنا يسا سدس لحميلود ميل بي قاضا هذا حرة أمرك مسلين وكوشا إيمان كرتا هذا اللي بقى يسوء إيمان دان تصالحان يعني قف بعد انتي أيدي آبانا ويجوكتا أيدي هوين ويجوكتا ويسلا دحليان سيسلام دحليان هذا يكالا دركسين كورن سلاسة سوراين كورن ويحويلوا وإن اجتمع هذه أي كلمان جدتاني لبقى إياه كلمان في درجة هل درجة يقعها هل ميل يعني هل درجة أقص ولا هذا يوصمان فلهما لبدأ يي يوصون هذا السدس حوله اللي حميلات ميل مثل تصالة أم الأب أم الأبي أبها هو يدي وإذا أبا صمة وأم الأم إذا هو يوي وأم أم أب أوله مثلا كلا يعني تصالة كلا أو أم أم أب وأبها أبها أيدي هوية ويسمى وأبها أيدي هوية ساسوي وأم أبي أب وأبها به هوية ويسك العدان ورقة وأبها أيدي أبو ساسمو انتهي فإن كانت هدئة إحداهما لبدأ أي يوم مدود أقرب مد ميت وقد مد كلام فانظر فيني فإن كانت هديئة القربة مدد ومن جهة الأم هديئة حق هو يد هديئة كيمات أسقطت ويريد البعدة مدد فوق حق أبك تمت مثل تصالها أمي أم وإذا هو يؤيو وأمي أم أب أي أبها أيدي هو يؤيو سلسة عن أرتم سلسة عن أرتم وهي وإن كانت هديئة من جهة الأب مدد هديئة حق أبا متكتم لم تسقط من رديس البعدة مدد فوق حق هو يكتمل بل تشتركان اسكدا اني رديوي وذاك سنه يعني في سدس سدس كيبي وذاك سنه يعني مثل وذلك مثل ام اب وايدا ابا ايو وامي امي ام هو يدا ايديت هو اسمع يا ايون سلاسان استيار سلادو كو رمي وحاوي قف بعد انت لبيدي سي اي اي جوك ما اسلام دخليان مس اسلام دخليان واتفيرن هل درجة متجوعان مسمتجوعان تانسوي هل درجة متجوعان مسمتجوع هل درجة كتيران هذا هل درجة وتجوعان وهل يعني أنت يقصون دوانا يعني ميت كأيسكم مديين ويسلط دحليان محد دحليان سدس كمان دقينا تنا سدس بيد دحلي تنا سدس بيد دحلي أيه دن سدس بالسين سيد الزوجات كي مركز سلط جوعان أم ثمن أم الربع أيوة ذاك سنترين إذا السدس بيقوة ذاك يانقوي وين تصالحان بكون بحيو أي أبي وحاج سلط جوا أي هوي ويسمي إنسانة سدس بس لا دخليان أما وحاج جوا أبها أي ذي هوي إيو أبها أي ذي أبو سوسمه ويسلط جوا ويسكن سدرة جوا ييجانا سامه مركب حندا ينايجانا سدس بيجوا ذاكيا هل درجة مو ذي جوا هي كلا دويه كور ها مدود بقى مدة كلا كدو ميس حجابيا ميسمي حجابيا ها هذا هو كلا بحيا وحالة فيرين مدة دو مدة لو هدي أي تهي دينع هو يده مدة فوق دينع أباها كتمد بالحجاب لكن مدة لو هدي أي تهي دينع أبو مدة فوق أي تهي دينع هو يده من حجابيس صابتها وحي وحكون دحليان أيين وحوي الأمومة جهة الأمومة يكون دحليان مركز تنا وحاي حوق بدن أيين إذا كتمد حق هو يده مركز هدي فوقاته لما عيرين كرم هدي دواتنا يده وح عيرين بقى صاصمين فهمن أنت قواعد هذا فأنت أنت كلوات صالوي وكوكا تصالحان ايدي هو يؤدو وايدي ابا يفكتهي ايدي ابانا اللي حجابي تصالحه دو حاوي وحايس لجوغا ايدي هو يؤيو ابها ايدي هو يؤ سمان ويفوغا تسوما قرنس رتان دينا ابها كتب دو اللي حجابي اما وحا حجابي ايدي هو يؤي الحجابي هدي اي دو دهي دينا ابا تكتمت ويفكتهي دينا هو يؤ وحان داني مي حجابي سسامه لا تسقط البعدة على الصحيح واتفق الجل على التصحيح سمنو ديجرين رحبيه واي وحاوي
ayida aaba iyo waxa isla jooga hooyada hooyadeed hooyadeed si kala hadaan u dhigino hooyada ayideed hooyo soo intaan ma way lama xijaabayo umil umil lama xijaabayo maadaama jihada umuma ay ku timid lama xijaabayo intaas way wa amma aljaddatu marka ayay aan wax dhaxlin ba jirta teewi waaka wa amma aljaddatu ayayda allati ayayda soo hiya iyadu wa ummi an ummu abil ummi وحويان هو يدا أبهد ويد فلا ترث مرة حشو بل هي يد تسكد عينه ده حشاء من ذوي الأرحام دتك قرابة أم بيوسع صاحبك كم تاي كمان سبق سيد هرمرتي وهرب وقصاش هي ذوي الأرحام الكثيرني حوي وهو يدا أيد أبو سوسا ما مرة حليس لماذا وحيس نقول لحلين وحي كسر دوات قف أن دحلين ايي هو يحمل دخل جد فاسد اللي جرى سو ما غرانيس ما دخلايا قف كسته او قف ان دخلين كو سو دوادانيس كو ما دخلو سوما نفسدي سي وحو سو تري وا قف كلو كو سو دواد وحو تري وا ما يد تاس ويا مارك انت انا ايييينك ايدو دودوبا او غا بخوا الا مسائل فربدن با كو جيرتا سوتو مر بي هل جهه كو سو دوادان مر بالغي هل ايي لبا جهه اني كو سو دواته ايي الغي سدخ جهه اني كو سو دواد مسائل با ماركا كدلانو اه ayida labada jiha ku soo dhawaatay mid hal jiha ku soo dhawaatay mid isku suduuska dhaxlayaan mid suduuska waa saddex maalood intii laga dhigaa midna thuluthan la siin midna thuluth la siin saay khilaafay ku jirtay way xaga waa baxaynaa kuwa on dul mar marayna faraad ka soo wa amma al ikhwatu walaalihi ya wal akhawatu qablihi walaalaha oo min al ummi xaqahu ya walaala ka ah fariil waahid mid ayu usugnaaday oo minhum walaalaha kamida as suduusu lix meelood meel wal al ithnayn labadiin iyo fasaacida wixii ka badana as thuluth saddex meelood meel ذكرهم كود اللب إيه وأنثاهم كود الددك فيه سدسكي أما ثلثكي سدس عليهم فيه ثلثكي سواء كوسما ويان واسكم منها واي هلكم حكا ليا أولاد الأم وحلو يقان أما الإخوة لأم وحلو يقان الإخوة لأمنا وحكا هذا شيء آيادها ولكم نسبة كذا شيء سما وحوي قف بعد دنتي حكتري ولا له حقه يبسي ولا لك يهين حق عبايس ولا لك عين سما فهم way dhaxlayaan maxay ku dhaxlayaan waa la fiirin hadii ay hal qof u yahay ama waa hal gabadh ama waa hal wiil waxay qaadan suudus haday farabataan haday farabataan waxa laga wada waa laba ama waa laba wiil ama waa laba gabadh ama waa wiil iyo gabadh ama ka badan waxay qaadanayaan xoolahi saddex meelood meel ogow markii walaal la joogo ama iwiil la joogo lidhakar mithlu hadhil unthayn bay hawsh ay soo magaranayso لكن إخوة الأم للذكر مثل حظ الأنثيين كما شقيصاه بحال إذا لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لبكو دي ردي قود واسكمت لبكو دي ردي قود ايش واسكمت ذاتك قار كود بعد ما يلقعت كل رد سمعنا عليه هاي الرأس باي فتلخص وحاميد قروي من ذلك مذكور كأي أحكام تالا صوشا وحا خلاصي ميد قرو كسان نقض انت انت انصاصعت هل حبكو استاقمين عرقكم عن مرنين باب الحكي بيبان هوري اسي آذنا احير وحسومي تقربي أن النصف نسكو حواليه اللو ميلاد ميل فردو خمسة شنقو فرالكو دينو يهي يوحي اللو جنقوي الزوج زوج في حالة قارمة مركو أو سنجوغين فارع وارثة سومو ذكرن كانوا أنثن سومين والبنت قبدي يدان شروضاكو حنيد وبنت الابن ويلك قبدي سي والأخت الشقيقة قبدي اللوضة لنعبا كتمد ولا شيء يعني أهيد أو لأبن أم حقا أبا كتمد شان تاقفها كل عاشا والربع ربعين فرد الثنين لو فرد كود ويان الزوج زوجك في حالة وامرك فرع وارث جوج سمين والزوجة زوجتي في حالة وامرك سنجوج سمين والثمن سديد مال سديد سديد مالود مالا فرد الزوجة زوجة فرد كيدا وهي في حالة وامرك فرع وارث جوج سمين والثلثان السدح مالود لو مالا فرد أربعة أفرق فرد كود ويان البنتين لو ذي قبل هذه فساعدا وح كسر هي يعني صدح قبل هذه أفرق قبل يا وبنتي الابن ويلك لبدي سجبرادي فساعدا صدح كبرادي أفر كبرادي كبدا والأختين لبا جبراد فساعدا وح كبدا وصدح يا أفرع الشقيقتين والله واضح إن عبي كوي ماذي أو لأبن أم حق أبي كوي ماذي أفر تاوي والثلث صدح ميلاد ما يلا فرد اثنين لبا فرد كودوي الأم هو يقو في حالة وهو يقو عهد وداد ولد ويدي ولد ولد كي ويدي ولا لا تعجب ذي ويدي ثلث لو يلعتي وحالة داتوي واثنين اللوائية فأكثر وحكبضاً من ولد الأم كمدة حتى نسوى الشيء نسوى ماهين
وقد يفرض إن الله فرض يلا الأركاء هو الثلث إن الله فرض يلا الأركاء للجد أو مع الإخوة ولا للشرين كنت حلمي إن سومرين سوى الثلث الجميع المال قادنا يسمينا سومرين وكوكا والسدس الحميلات مال فرض سبعة تتوقف كل حاجة الأبو أبي في حالة هالحال وقورمة أمركو سنجوغين فرع وارثة سمين والجد أوغين في حالة أمركو سن فرع وارثة أوغين أبن أوسنجوغي سمين والأم هي في حالة أمركي دادكي لدي دي حقي هو رأي جوغان سمين والجدة أي باس كيد وابها الكنب إيه وبنت الإبن قوارد ويلك قوارد إيسا يفساعد وحكا بضانا صدح أما أفر مع بنت السلبي لجر تحاليوان نصاشاني سمين ويهي بس عشر كور ريوه إيه وأخت قوارد إيه وأخوات قوارد أولا لها واللي أبن أسقنا ذو مع شقيقة مثل بضان إنعوة كتبت لجوغة فردة أوكلية فردة أوكلية وإنه أركض أنها هدية أي نقضان لبا وثلثان قاتان وحد عدوان وواحد هل من الإخوة للأمي ولا لي حقه يكوي مدأة حلوك المياء ما بيت كلوك المنجري ما جمع ذوي الفروض من هذا الرجز مرتبا خذه وقل هباء دبز هباء دبز أنت أصحاب الفروض بنتها هذا محيكين جرت يا هذا مقايد ترسي جملك أبجد هو شن ماين نسي أكل حلا مرك شن صومني نصادين هذا الصواب بحية شن صومين وايد هذا بعد مقايكين جرت أب الله بصومين ربع مقاقف أكل حش الله بصومين وقول هذا ألفت مقايكين جرت هل صومين ثمن يا وح كل حلا الفرق وقول هذا داء دال مقاها أبجد أفر صومين ثلثان مقا كل حلا أفر هذا داباء باء ميقا كان جرت أب لو ثلثي أو حكود أحلى لو هبا دبز أبجد هوز ميقا تضوى سدسي أو حكود أحلى تضوى وقف صوركم عادة مرتبا خذه وقل هبا دبز انت أسوية واي فصل في الحجب هادتك يوئس حجابي هادة مركة لا يرث مر أحلى الأخ والعال ومن الأمي حقه إياها مع أربعة أفر لتشرنكود وحوم أحلى والحجابي الولدي ولد للجرنك ولد الصلبوي أما بنتان غتامين وأوكوكا أو ولد الابن وولد الابن ده ويلك ولد كيس ذكرا لب كان هيا ولدك أو كان أنثى ندق هيا والأبي أبل للجرنكي والجدي أو للجرنكي أنت حكمنا على صومه ساسفي حجبي وهل كان كوكو ذك علي حجبي والله وأقيب سماء حجب بوصف يا حجب بشخص حجب بوصف قف كان دحلكي بالودي ذي تلمان كقم تيبا أنا أودي تيوا موانع الارتقى صدق هذا سوم قرنيس وكا حجب بوصف بالهيرة حجب بوصف ضد كلام وقلعة صوت قف كسر حدي الكراسون ها قف كسر الدين توقف لين عكلو مرة كراسون وقست أضون بالعيان ونغصمه وكوكا حجب بشخص قف كان وائل حجاب دحلكي بالجيت حجابي وحانك حجاب قف تلمان مين أوديدين قف أوديد الله ميدون بيساقون النقل حجب حرمان إياه حجب النقصان تتلين لودي ده حالكي إياه إن ماشي وصد حميلات ميل وكا قادن لها اللي حميلات ميل لقية أما ماشي أفر ميلات ميل كقادن لها سديد ميلات ميل لقية أما ماشي الله ميلات ميل كقادن لها أفر ميلات ميل لقية سما يريد حجب حال ده حجب النقصان حجب حرمان ده تكلم وكلها إلا اللي حميلين سلام قرنين وشجاع عنك سامر رحمة يا سامين وخمسة لا يسقدنا بحال سامين كوي ويان دي مركوا الأبوان والولدان والزوجان لا والله وكا كالعديك هدي سوامو لحداوي حجب النقصان سوامو حجب النقصان تذكر نوم وكود عاي ساقونا حجب النقصان تذكر نوم وكود عاي قواعد في عني استقى إنو الشيء قدوانا وبالنعبي مركا مسا إيشي بقالا الأخو للأم سلامة قارنية قف بعد دنتي وحكتكي ولالكي وحقه هي ولالك لا حقه هي مركان لا نهي كولالك لا أخاس أما ذكر النقض أما أنثى النقض أسكمت سمينا دين أفر قف بالحجاب سو شاخوينو الشيكي كو ولد بالحجاب ولد مركان كلها ولد السلبي أما ذكر النقض أما أنثى النقض معنى هذا الحكي لك أنت ابن بالحجاب بنت بالحجاب صور عظمه فرع وارثها سوو تشوغا محمد أحرق أخ لأم أم أخت لأم سيدو كلا ابن الابن أما ابن ابن عليه ولد الابن ده ولد الابن وقف كان انتي ويلو عليه ويلك عروتي ثيبا جوك
ayada carruurta joogan ama idan kara noqdo ama uusan noqdan akhli uu maxamed dhaxlay waa laba sano abki sidoo kale jidki sidoo kale xijaabi ama akhta shaqa ama ad shaqiq ama la abad aan la jidki uu xijaabin hawshi baa ka dhalan la isma garanays oo ku ka taagay marka al akhul al um sikal hadaan u dhigna waladul um yaa xijaaba afartaas uu ku sheegay way wala yarithu ma dhaxlo الأخ ولالك الشقيق إلا بدأ إن عبك إيماني أبي هو مع ثلاثة صدح لجيرن كود الابن ويل لجيرنكي وابن الابن ويل كويل كيس لجيرنكي ولا أبي أبل لجيرن الأخ الشقيق يا دحلك ودي ذا أخ الشقيق وحاول يقف ميدا عدنتي وحاول وكتري ولالك أو إسكو إسكو أبي بيجين دحلك وحاول ودي ذا كرا صدح لنقف ويل أو ابن الصلبة إياه ابن الابن إياه أبو dad ka soo wadiid kara ama jid wadiid kara ma xaqi baa la salaatay xaqi xal baa la salaatay way wala yarithu ma dhaxlo akh walaal oo min al-abi xaqa abu walaal kulaha maa arba'atin afr la jirin kood haa ulaa thalathati sadhda iyo wal akh shaqiq walaal ki labada dhinac ku yimid akh li abi xijaaba afr baa xijaabta afrtay xijaabta sadhda akh shaqiq xijaabi jirtay iyo akh shaqiqa sama su'aal ma hada bahi he ba he آه بها بها ما نحش أساسا كسر ولا يرث ما نحله ابن الابن ويل كويل كيس يفسافلا كسي غاسي ابن 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 ويل مع الابن ويل لجيرانكي ولا مع ابن ابن ويل كويل كيس لجيرانكي ابن ابن جو أقرب كدو منه ابن ابن هيك لكدو ابن الابن يا حجاب ابن الابن يحاول ميت بعد انتي ويل كيس بكتجي سؤال ما فهمي يعني قف كاسة جوا ويل ويل كيس كمشروي يا حجابي كرام يا حجابي الابن او ابن الصلبي يا حجابي سيدو كلا ابن ابنك ابن ابنك كسي هوسي هادو جرو كان كراك هوسي حجابي مركزتا كان لو سو دوانايا و حجابي كان سو دواياني والي حجابي ساسمو تاوي ولا الجدات ايييننا احمد احلان كلهن ايديل كود من اي جهه جهه كستاي كنا هادان مع الأم هو يلا تشرن كود. تنا وحوي أيه يهو يسلا شو أيه أحمد عشر. أما دين عابها كتم هذا أما دين عويها كيمات. صوته حتى دين عابي دين عوي جهة يكون أحلان جهة الأمومة اللي لها. أمومة دي يوم إيش مركز شو كتب أحمد أحلان. تحسن أنت تحسن. ولا الجدة أو أحمد على ولا الجدة أيه ما رحش الله تيس تحسن من جهة الأبي آبل دين عكتم مع الأبي آبل تشرنك. أي أو حق بكيم أبيهنا ماشي وتاعني هاي يجون أحمد أحلان الحجاب مسائل في عام وهذا أنت تروائن وكاجش يقول حجب يقول صعب سنة وحجري وإذا استكملت البنات وقبلهم مركز طماي استرتان الثلثين حوالي صدق ميلا الله ومي المركز طماي استرتان لم ترث مرد أحلى سو بنات الابن ويل كقبله سو أحمد أحلان ويدعيان إلا أن يكون إن ويهيم وين في درجتهن بنات الابن درجة ذا أو أسفل أما وحكسك منهن كوي كسك ذكر ذكر إنه جراء وين أو فيعصبهن ذكر كأو صاع صوين للذكر لبكي مثل حظ الأنثيين إنه أسقنا ذا مثاله تساليه سنة وحويا بنتاني لبقب لوت هي وبنت ابن عشر بانك جراء وسعود معاوضا عاوة أيه وحن صعب تمن دقة مثاله تساليه سو حوي بنتاني لبقة ورادي وبنت ابن نويل ك قبل ديسة للبنتين لبقة قبل رادو الثلثان أسبوعنا سدح مال الله مال ولا شيء وح شيء على بنتين ابن وما سبوعنا فلو كان هديه معها بنت الابن لجيران كذي ابن ابن هديه أو ابن 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 ويل كويل كويل كسديه وجره كان الباقي أنت صهر لها أي ولو يضي سجعله للذكر ابن عوسنا مثل حد المنتين سلاذ محاوي مثلا ليه جري إيه هدي بنات الصلب يا بنات الابن سوي مهذان بنات الصلب هنا أيقاتان ثلثين وحكوا قادين جرام على جرام صامو بنات الابن جوايد عيان أنت سوي صابتها هدي بنتظو أي قاعدة السدس بنت السلبي ذا هدي نصف قاعدة بنت الابن ذا محسن جري السدس تكملة الثلثين من ريجر سامين هذا يجي باب الثلثين كده ما يسترد يضم حد أحلى ويدعي اللي حجابي اللهم وحصوا قاعدة كرا
قف عصبية يا عصبين كأي لصي ما أنت هي كأي دوتها وبان تيار صور عظمه وساق هذا مركب وكل اللي جرى أخم حال ده مبارك بعدها وامد بركة سن كي مشؤوم كامل اللي جرى ما وامد بركة سن وامد بركة سن مركب وساق هذا مركب وساق هذا ويس عصبين أيان للذكر مثل حد الأنثيين بان اللوغو لو قيمين أيها أنت سوي تاوى أنت بحيري وإذا استكملت مركب لما يسترمان الأخوات ولا لا الأشقاء ولا بضل إن عكويمت الثلثين مركب لما يسترتان لم ترث مرح ليس الأخوات ولا له أو من الأب أبا حقي السكاها ذي وحمر رحليان واتيه رأى كلاوي دعيها إلا أن يكون إنو يهيموين معهن أخواتك لأبل تشيرن كوضا أخ ولا لأو لهن يغسكن هذا أخ لأبا فيعصبهن وعصبين للذكر مثل حد المنثيين بين حوله وسكنانيا تنواتيه وكلا وحار أخت شقيقه نس قالتي أخت لأب وحي قادين جرتي سود استكملت الثلثين سومين كورن أخواتك شقيقاتك اللوية يكبضن بين نقضين والثلثان بيقاتين دي أخت لأب واسكد عبح مشو يا لمجر اللهم ولا البركيسن إنه هشم بيين وصاق هذا مركا مد لسمن وبا حد سوق هذه كريم مد كدك سنه ابن الاخ ما سوق هذه كريم مساله المساله هربي كدوانت انت اسك كدوانت وركو عادي سوم واي ومن قفك لا يرث ان دخل اصلا اصل ان لوصف تلمان وصف اقام به قفك كقومي انو دخلين كرقي ادونيم اي والقتل دل ويه لا يحجب احدا قفن من حجاب سوما ان حجب يوصف القاعده الحجب بوصف حجب بشخص قفك حجب بوصف او كقومي قف حجاب كريم جرى وجوده محل لها كالعدم ها وجوده كالعدم بالي له حقود ومن قف كي يرث دخليه لكنه يسوق محجوب ولا حجاب لا يحجب ايضا المحجاب حجب حرمان لكنه قد يحجب انه حجاب الارك حجب تنقيس حجب نقصان انه حجاب قف كان ولا حجابي حجب بوصف انه ما قف بالو حجابي قف كان وحمسي حجابي كرا ها او ما ها او حجب نقصان وقيسن كرا ما او حجب حرمان مره وقيسن كرا وركو عادي سومو تصالحا مثل الإخوة ولا لوي أو من الأم حقه ولا لك لها أو مع الأبي آبي والأم لجرة لا يرثون وحمد أحليان يا كتخلصي أبها صومه ويحجبون لكن ويحجابيان الأم هو يدي من الثلثي كحجابيان سدح ميلاد ميل إلى السدسي دح ميلاد ميل بحجابيان يجينيان مركا يجي والي حجابي لكن يجون وحبي حجابين حجاب كي جيستين حجب نقصان بي جيستين حجب حرمان بي جيستين كرا مركو عادي صومه حسن ومتى قرتي زادت أي كرداء الفروض وفروضي على السهام أي ككرداء بعيلد وعلى الزيادين والعولين يا بالجزء قبل بالوع علينا يا جزء الزائد زائد كمثل مسألة المباهلة مين مسألة المباهلة وهي مسألة المباهلة أن زوج وأم وأخت وشقيقة أو لأب وين فللزوج زوج أيوس من هذا النصف وللأخت أيوس من هذا النصف استغرق المال حوله بل من شيء والأم هي لا تحجب من لم يحجاب مرنبة فيفرض وحلو فرديال لها وياء الثلث بالو فرديال استدح ميلاد مال فتعالوا على العولين يا بفرد الأم بالو عولين فتقسموا على القايبين من ثمانية ستين حقيت بقى من ثلاثة لقايبين للزوج الزوج بأسكن هذه ثلاثة استدح وللأخت يا يسكن هذه ثلاثة استدح وللأم يا يسكن هذه اثنان لها مسألة العول توفي فربنا تاي مسائل فربنا بيكون لسنة يا عول يا انس عول سور المسائل المقاين تضوض هذه ومسألة هذا وحسن هل المسألة تسألوا ينور شيء مسألة العول بان مركز قلك الرهاب وما هي ثورات بعلاقات حاجة هذا أخا هذا مركز تاع حاجة ودك سلام وحويان عاول كمرك اللي جوش يجيو أسوأ المسائلات سميس تتكين ماشي كوتشو يعني وهذا دحليان مرك هذا قوي بس حوالي هي دب دحلي لها بيا كجعدة ما حد سمين أنت بعد أُجِّت شبين يساع وركو كابن أنت بعد أُجِّت شبين مرك مسائل عاولة جرا مسائل عن عاولين بهجرا مسألة ينوت سالي مسألة المباهلة والمباهلة وحلو مقع فنبت عاد هذا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله المباهلة سلام قرنا تايس ويانه سيدنا عمر بقى حكومة سيدنا عبد الله بن عباس بقى كهر يمد كده سيدنا عاد حلق خلافة سوى دود وين لقوقي والله قبطي وسيدنا عمر بن عيسى والله قبطي سوى مركب وحجر مباهلة انك قلقها مثلا اختر بها المركب وحاويان مثلا الزوج هي أم أخت الشقيقة أم أخت اللي عميد دوني ده انت هسا اسويهم أسول المسألة هو أسول المسألة هو زوجك محمو قاعدة النس ومضن وحي قاعدة ثلث أخت الشقيقة محي قاعدة نس نس يا نس هل انكسر قاعدة صور عنه إذن الثلث صد حي وحي سلج ولا الله بصامه مركا تباين باكر حي محاسمين سكول في أسل المسألة وحي نقن ستة وهي ستة دي أصوى قايمة زوجين محي قاعدة زوجك محمو قاعدة ثلاثة أخت الشقيقة محي قاعدة ثلاثة بابا ويا لما تهوش سامين لحد محالة سامين إيه ثلث كيف على السين الله بقى وها صامه قدر سديد بين نقن صامه سديد أسل المسألة مركا أقيمين إسا عول بالي رأسه
inaan dhameynaan rabay laakiin ma dhamayn karo fasma fil casabaati baynu ku joojin hadduu ilaahay ka raali noqdo la noolaado shawaal markay 11 waa habeen sabti ah taariikh 20 bisha abriil habeenkaasa cashirku xiga fasma fil casabaati aynu ka bilaabay sababta waxaan rabnay inaan dhamayno laakiin xaligaan meel kale yar galay soo xaligaan meel kale yar antaraar marka casharka shaqo culimaha la soo diyaariyo waqti dheer weeye laga faa'iideysto أسبوع صوص على ونخلها لكن ما بتشوفه ما يربع مصطفى والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.